تمام. ثلاثة نقاط وهم قادرين ان شاء الله بتحقيق هذه البطولة. نورتنا شرفتنا يا كابتن. شكرا يا كابتن ميدو. نورت شرفتك. بشكرك يا كابتن ميدو. نورت شرفتك يا كابتن علي. شكرا يا كابتن. يعني اخر حاجة هختم بيها معاكم الصورة اللي هتشوفوها قدام حضراتكم، ده اهلاوي صغير انتخابات كي جي 2. يعني كابتن شريف رايك بسرعة كده. انتخابات كي جي 2 كريم دخل فيها، مالك دخل فيها عشان يبقى هو يعني قائد الكي جي 2 بشعار النادي الاهلي. لما قالوا له اخترت شعار النادي الاهلي قال لهم ما ينفعش شعار النادي الاهلي يقول في حاجه غير لما يطلع رقم. جبت لنا الولد اللي كان بيعمل الماراثون ده حاجه جميله. الولد ده كمان مفاجاه. النبي يا كابتن ميدو مش عايز انسيك عشان لو ما جيتش معاك يوم الاحد تبقى تلعب باثنين. حاضر. راس حربه. ما تخافوش على الاهلي زي ما بنقول لكم دايما، زي ما كابتن عادل طعيمه اتكلم وكابتننا الكبار اتكلموا ان دايما الاهلي بنتكلم هنا بمنتهى الاخلاص وبمنتهى الحب. ما تخافوش عن الاهلي. انا عارف طبعا انتوا ما بتخافوش لكن بتقلقوا شويه، لكن ان شاء الله النادي الاهلي دايما بيثبت بسرعه ان هو دايما هو الكبير. ان شاء الله دايما كبير، وان شاء الله اشوفكم يوم الاحد في مباراه الاهلي والطلائع الصعبه جدا. نلتقي على خير ونبارك لبعض بعد الماتش زي ما احنا متعودين، وتصبحوا على الف خير.